السلام عليكم، انا مبسوط قوي عشان انا اول طالب اشتريت كورس اللغة العربية DVD 5 و 6 من علي جمال. شكرا. دلوقتي انا بدرس عربي مع علي في القاهرة. انا اشتري كورسات العربي DVD والكتب، ودلوقتي انا بتكلم عربي احسن من ابو كده. شكرا مستر علي. من شهرين ما كنتش كويس في العربي، لكن بعد ما درست مع علي انا بقيت كويس جدا في العربي. بجد انا مبسوط جدا عشان انا بدرس اللغة العربية مع علي. علي مدرس ممتاز جدا، كل واحد بيفتكر ان اللغة العربية صعبة قوي، لكن مع علي اللغة العربية سهلة قوي. علي مدرس نشيط وذكي جدا، درس ممتع جدا مع علي. شكرا جدا مستر علي. انا من اليابان، انا مبسوط عشان بدرس عربي مع علي في القاهرة. بجد علي مدرس كويس قوي، درس سهل قوي مع علي. شكرا مستر علي. شكرا. السلام عليكم. Today the Arabic lesson is very important. النهاردة الدرس العربي مهم قوي. How can I say this sentence in Arabic? I must study a lot because I have an exam tomorrow. I must study a lot because I have an exam tomorrow. The verb to study in Arabic is يدرس. يدرس a lot، كتير كتير، because عشان عشان، exam امتحان امتحان، tomorrow بكرة بكرة. So I will say this sentence: I must study a lot because I have an exam tomorrow. From أنا until إحنا، from I until we. Let's see. أنا لازم أدرس كتير عشان أنا عندي امتحان بكرة. For أنت لازم تدرس كتير عشان أنت عندك امتحان بكرة. For أنت لازم تدرس كتير عشان أنت عندك امتحان بكرة. For أنتو you plural، أنتو لازم تدرسوا كتير عشان أنتو عندكو امتحان بكرة. For هو هي، هو لازم يدرس كتير عشان هو عنده امتحان بكرة. For هي شي، هي لازم تدرس كتير عشان هي عندها امتحان بكرة. they هم لازم يدرسوا كتير عشان هم عندهم امتحان بكرة. and for احنا وي، احنا لازم ندرس كتير عشان احنا عندنا امتحان بكرة. I really hope you enjoy this Arabic lesson and don't forget to subscribe to my YouTube channel at this link and click like on my Facebook page Egyptian Arabic with Ali. Ali Gamal, Hurghada, Egypt. مع السلامة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. علي جمال، شرم الشيخ. علي جمال، هرقادة. I really love you all my students. علي جمال، القاهرة، مصر. مع السلامة.